مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من أسرار التسوق في كندا. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم وهو شراء السيارات. كتير ناس خاصة اللي جايين جداد بتوهوا في موضوع شراء السيارات. حنورجيكم بعض المواقع. طبعا هذا الفيديو برعاية يونس العمري، هو اختصاصي في بيع السيارات القديمة والجديدة من كيا، فإذا حابين تتواصلوا معه خليكم بعد الفاصل عشان أعطيكم المعلومات. طبعا زي ما حكينا لكم انه هذا الفيديو برعاية يونس العمري، هذه هي المعلومات تبعته. اذا حابين تتواصلوا معه تعرفوا كثير عن موضوع السيارات اللي ببيعها وشو هي، بليز هو رجل معتمد ورائع وخلوق وكريم، وبس روحوا عليه وراح تنبسطوا. بدنا نحكي اليوم عن موضوع شراء السيارات. شراء السيارات هو قد يكون هاجس لبعض القادمين الجدد، كيف اشتري سيارة، كيف افحصها، كيف هاي الامور. طبعا هاي امور شوية بدها ديتيلز، فخلينا نحكي لكم بالواقع. الواقع في نوعين طبعا عارفين من السيارات، في سيارات جديدة وفي سيارات مستخدمة. السيارات الجديدة عادة بتكون معروضة على موقع الشركة تبعت السيارات، مثلا تشتري شركة كيا بتروح على موقع كيا بتشوف الديلر شيب تبعك، بتشوف السيارة اللي بدك إياها وبعطيك المواصفات حسب الإضافات اللي بدك إياها في السيارة، وبالتالي سعرها بكم. هلأ بالنسبة للسيارات المستخدمة راح أورجيكم مواقع، في مواقع كثيرة، لكن في موقع اسمه كي جي جي وهذا أشهر موقع هحكي لكم عنه هلأ بعد شوي، كيف إنك ممكن تلاقي السيارة اللي بدك إياها. عشان تقارن سعر السيارة بالسعر المعروض، يعني في ناس ممكن يعرضوا سيارة بعشرين ألف أوكي، وبعدين تيجي تقول طب هو حقها بالسوق قديش. هورجيكو السر، تابعوا لآخر الفيديو عشان أورجيكو أحسن موقع ممكن تطلع فيه. هذا موقع حكومي بيستخدموه معظم شركات التأمين عشان يثمنوا سعر السيارة في السوق. فأنت بتحط السيارة نوعها المواصفات وبثمن لك سعر السيارة في السوق، هذا سعرها الحقيقي. فخليكم بالفيديو عشان تتابعوا الآن الشرح. طبعا زي ما ورجيناكم هون هنحكي أول شيء بسريع عن السيارات السريعة الجديدة. السيارات الجديدة بتدخل على الموقع اللي أنت بدك إياه. إحنا هلا داخلين على كيا هانت كلاب اللي فيها أخونا يونس العمري اللي موجود غاد. الآن هم معطيك هون كلير أوت، هدول يعني عليهم تخفيضات 6000 دولار، تريد إن فاليو، هذا إذا بدك تبدل سيارتك القديمة بسيارتك الجديدة. هون السيارات اللي موجودة عندهم جديدة، معظم الويب سايتات تقريبا نفس الاشي. خلينا نشوف السيارات اللي عندهم new vehicles. هاي السيارات اللي موجودة، هذا الـ MSRP اللي معناها سعر المصنع manufacturer price، فهذا البرايس اللي هو السعر الأساسي هم عاملين عليها سيل ومنزلين إلى 25,000. وبالتالي بتلاقي عدة سيارات وهي أسعارها، ممكن تدخل تعمل سكاجوال تيست درايف مع تروح تسوقها وتجربها. هذه هي الأسعار الموجودة، فهم ممنوع أنت تبيع أغلى من هذا السعر، دائما الأسعار لازم تكون إذا في ديسكاونت أقل أو زيه. بشكل عام هذا هو موضوع السيارات الجديدة. فبتدخل على السيارة مثلا نحكي انه بدنا هاي نشوفها، بندخل عليها بعطيك كل المواصفات اوكي وصورها، هون المواصفات جوا وبرا وشو فيها والسيفتي وكل الامور هاي اللي انت ممكن تقارنها اوكي. هذا السيارات الجديدة. خلينا نحكي عن السيارات المستخدمة. احسن موقع اللي هو انا بشوفه كي جي جي. كي جي جي بتدخل على المدينة اللي انت بدك اياها، احنا مثلا في اوتوا، وبتدخل على كارنت فيكلز. احنا قبل هيك حكينا عن كي جي جي عن المواد او الشغلات الهوم ابلاينسز والامور هاي، بس خلينا ندخل على السيارات. الان ندخل كار اند تراكس، هون راح يعطيك كل شيء بدك اياه جديد او مستخدم. بدنا اياه نحكي مستخدم، بتقدر تحدد كل السيارات اللي بدك اياها. خلينا هيك جست فرضا نحكي انه بدنا نحدد تويوتا، يعني هاي يمكن اكثر سيارة بحبوها الاجانب اوكي تويوتا. بتقدر تحدد البرايس، انا بدي احكي مثلا انا ماكسيموم بقدر ادفعه 6000 دولار اوكي. بتقدر تحدد الموديل تبع التويوتا اللي بدك اياه،
راف، كامري، كورولا، وتدور. طبعا تدخل هون على الموقع. بشكل عام هذول السيارات اللي موجودة زي ما انتم شايفين، في رانر فور رانرز، في افالون، في كامري. اذا انت حابب سيارة معينة بتقدر تضغط عليها، بتخفف لك عدد السيارات اللي موجودة او بتخفف لك السيرج. فخلينا نحكي عن السيارة، نحكي طلع على هاي السيارة مثلا، هاي نحكي هاي السيارة مثلا، هذا 2007 تويوتا سيينا، هذه اوتوماتيك وماشية 2013. ندخل عليها نجرب. هاي 7 سيتس تويوتا سيينا، معروف السيارة، السيارات المشهورة، هاي صورها حطتها الزلمة. طبعا بدكم تنتبهوا هون لشغلة، اللي هي من ديلر ولا من مستخدم او شخص. هلا هاي غاز فان بلو، هذه كل المعلومات السريعه عنها. وهون بكتب شرح عنها، شو فيها. اير كونديشن از نوت فانكشنينج، لاحظ هاي الشغله انه فيش فيها مكيف. اذا عجبك هاي السياره بتروح هون بتقول له انا انترستد. اذا بدك تكتب اي شيء كمان بتحط رقمك، سوري رقم تلفونك مثلا، وبتبعت له مسج. اوكي، فهيك بتصير انت تقدر تتواصل معه. بتقدر تنزل هذا اب، اوكي، والاب برضه بتقدر تعمل منه تشات مع الشخص المحدد. خلينا ندخل على سياره ثانيه نعطيكم مثلا بدون ما نحط اي ريستريكشن. ندور على، في 15177 سياره على هذا الموقع، راح يطلع لك سيارات يعني almost new. شوف هاي السيارة، هاي اعتقد انها 2015، لا اكيد 2018 مثلا، سوبارو used سوبارو، بس حقها 28. قديش ماشي هاي مثلا؟ ماشي 24000 بس. اوكي، سعرها almost new يعني. طبعا تشتريها من ديلر. هون دورجيكم هون شغلة انه هذا ديلر، ملاحظين يعني هذا مبين عليه انه ديلر، لانه حاطط صورة الديلر ورا. هاي حتى هون بنك ديلر، الديلر عادة بياخذوا اكثر. الان في شغلتين مهمات ممكن، طبعا بدك كار انشورنس مهم جدا، ممكن تقدر تعمل كالكوليشن للكار انشورنس. هون حاطين لك بس بلي ديركت، طبعا ممكن تستخدم اي شركة ثانية عشان تعرف قديش ممكن تدفع على هاي السيارة. وهون في شغلة الكار بروف، هذه هي الكندا ريبورتس كار بروف، هذا ببين لك اذا السياره كان فيها حوادث، السياره صار عليها اي دمج، اي مشاكل، ووتر دمج. تقدر تشتريها، انت ممكن تشتري، هم حاطين الفين نمبر وانت بتشتري دايركت عشان تتاكد انه هاي السياره ما في عليها اي مشاكل. هلا زي ما حكيت لكم الموقع اللي بدي اعطيكم اياه، خلينا نشوف هاي السياره مثلا، نشوف سعرها في الماركت. اوكي، اللي هي تويوتا سوبارو، سوري فورست 205، ماشي قديش حكينا؟ 24000. بتدخلوا على موقع اسمه بلاك بوك، او الكتاب الاسود كندا، بلاك بوك كندا. هذا هو الموقع، كنديان بلاك بوك زي ما حكينا. بتدخلوا سوبارو، هيها سوبارو. اوكي، بعطيك الموديل، ايش حكينا؟ فورستر. اوكي، هلا جيت افريج برايس اللي هون شايفينها 2018، الاكزاكت كيلومترز خلينا نحط 24750، هذا هو 24750. بعدين نيكست ستيب، الترم اللي هي هاي 2.5، هاي فوق مكتوبة 2.5 اي ليميتد. اوكي، 2.5 اي ليميتد، هاي هي صح. طبعا هي فيش غير منها 4 اوتيليتيز اللي هي 4x4 فور درايف. اوكي، اللون ابيض. خلينا نحكي هاي مثلا، ما بعرف بي ام
طيب شفتوا هون بقول لك هلا الاسعار تبعت السيارات، هي البرايس سوري الافريج 28,000. هذه السياره معروضه ب 28,900، يعني تقريبا اغلب 500 دولار من الافريج او 400 وشي دولار من الافريج. اوكي هذا 16,000، هاي ماشي اكثر 24,000، فيعني الافرج تبعها تقريبا يمكن كم، ممكن تنزل 1000 اذا قدرت تحرجهم. فهذه كيف تطلع الافرج تبع سعر السياره، ممكن تطلع افرج اي سياره بدك اياها تشتريها سواء مستخدمه او جديده. عاده الجداد الاسعار زي ما حكيت لكم مش كتير الفرق، بس القدام ممكن تلاقي افرج لما تاخذها. ف ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واعملوا سبسكرايب للقناه وشير هذا الفيديو مع الناس عشان تستفيدوا. الله يعطيكم العافيه. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.